الاخ ديالو رشيد. حنا بالنسبه لينا حنا كان خويا في ليطا سيفيل وكان هو ديال الراجا كله من الالف يعني حتى ليا. بالنسبه لهذه الكلمه اللي قلت لك كان اخ ديالي انا في ليطا سيفيل، وبالنسبه للشيء الاخر كلها الراجا. مع العلم كان يؤسفني بعض الاوقات كانت داز في الرجاء كيقولوا بعض الكلمات نابيه على رشيد مؤسف، ولكن الحقيقه ديما كتبان، الحقيقه ديما كتبان. رشيد كل شيء اللي عنده قصروا على الرجاء في وقت اللي كانت الرجاء محتاجه للفلوس عطى الفلوس هو للرجاء، وعطى وفوق منه عطى صحته، واخر واعطى الروح لمولاه.